ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وياريت نفعل زر الجرس عشان يوصلكم الفيديو أول بأول. ويلا بينا نبدأ الفيديو. ازيكم يا أحلى طباخين ومتابعين في الدنيا؟ إن شاء الله النهاردة هنعمل أكلة سريعة ولذيذة. خلي بالكم أنا في قناتي بحاول أن أنا أقدم الأكلات السريعة عشان ما نقفش في المطبخ كتير. أكلة شهية وهتعجبكم جدا وطعمها طلع روعة. طاجن لسان عصفور بالصدق، ممكن تعمليه كوجبة عشاء أو غدا، ممكن تعمليه جنبه بانيه أو بطاطس محمرة. نخش في الموضوع. هنا أنا عندي ربع كيلو من الصدق، سلقته في شوية مية صغيرين 10 دقايق بس على النار علشان أحوش المية اللي فيه عشان بتتجمد بعد كده وبتبقى دهنة عشان صحتنا يعني. وقطعت حتت صغيرة. هنا عندي فلفل ألوان قطعته زي ما انتوا شايفين، وقرن فلفل أخضر، شطة. هبتدي أنزل بالصدق في طاسة فيها شوية زيت وهقلبهم على النار. زي ما قلت لكم أنا سلقت الصدق يعني حاجة بسيطة قوي على النار 10 دقايق كده علشان المية اللي فيه حتى لو صدق بلدي بيبقى فيه شوية دهون، فاحنا مش عايزين الدهون دي عشان نحافظ على صحتنا. حتى انتي جربي كده سلقيه في مية وخشي المية واستني عليها شوية، هتلاقي المية اتجمدت معاكي وبقت دهنة، فدي خطر على صحتنا. هنا عندي انا الصدق شوحته زي ما انتوا شايفين. هبتدي انزل بالفلفل الالوان، استخدمت 2 اصفر وواحد احمر، انتي على حسب الكمية اللي عندك. وقرن فلفل شطة زي ما قلتلكم، لو مش بتحبوا السبايسي استخدموه عادي. هبتدي اقلبهم معاهم كلهم. الفلفل الالوان ده هيديك شكل حلو جدا في الطاجن. وبعدين عندي بصلاية مقطعة شرايح زي ما انتوا شايفين، هنزل بيها على الخليط اللي عندنا. وبرضه هستمر في التقليب. زي ما قلتلكوا أكلة النهاردة ممكن تعمليها كوجبة عشاء أو وجبة غدا. غدا ممكن تعملي جنبها بانيه مشوي أو بانيه مقلي أو بطاطس محمرة أو شيبسي. وهبقى أحطلكوا في الديسكريبشن إن شاء الله طريقة البانيه المشوي والبانيه المقلي والبطاطس المحمرة. هبتدي انزل بالبهارات. هنا عندي معلقه من الملح، نص معلقه كزبره، نص معلقه بهارات، نص معلقه فلفل اسمر. الكزبره بتدي فليفر حلو قوي، ولو عندك 7 بهارات يا ريت بقى، يا سلام، بيبقى فيها حبهان وزعتر. هستمر برضو في التقليب كل الكميه على بعض. هنا عندي معلقتين من الصلصة هنزل بيهم عليهم. المقادير دي مظبوطة جدا، لو اتبعتي نفس الخطوات هتطلع معاكي شهية ولذيذة جدا. هقلب الصلصة مع الصدق والفلفل. اربع طماطمات مقطعهم مكعبات زي ما انتوا شايفين كده، وهنزل بيهم على الخليط. وبرده هستمر في التقليب وهوطي العين بقى عليهم واغطيهم واسيبهم لحد ما احضر لسان العصفور. حله فيها زيت او معلقه سمنه، وهنزل لسان العصفور احمرها زي ما انتوا شايفين كده. هفضل استمر في التقليب عشان لو سبتها هتتحرق معايا. وممكن تضيفي لسان عصفور على دفعتين هيديكي اللونين اللي انتوا شايفينه كده. وبعدين هنزل بالخليط على لسان عصفور بعد ما يتحمر بالصدق والفلفل والبصل، وهقلبهم. عايزه اقول لكم ان ريحتهم في منتهى الجمال. احنا انبهرنا امبارح من طعم الطاجن ده بصراحه، طلع طعمه في منتهى الجمال. بعد ما اقلبهم شويه على النار هبتدي ان انا اضيف ميه
لحد ما احس ان هي اتغطت بالميه خالص. انا استخدمت كيس من لسان العصفور، احتاج حوالي 4 كوبايات ميه عشان اغطيهم، اغطي الوش بتاعي. بصوا انا ضفت 3 في الاول وهقلبهم، بس حاسه ان هي محتاجه كمان كوبايه. هضيف الكوباية الرابعة زي ما قلتلكم علشان احس ان هي اتغطت الوش بتاعها بالمية، وعلى نار هادية بقى اغطيهم واسيبهم لحد ما تستوي. بعد شوية فتحت الغطاء عشان اوريكم ان هي لسه برضو ما استوتش، بس بدأت تشرب المية بتاعتها. يعني من فترة للتانية احاول اقلبها، ودي بعد ما خلصت واستوت وطعمها طلع روعة. ويا رب تعجبكم يا رب، وبالهنا والشفا. متشكرة ليكم وتعليقاتكم وكومنتاتكم الجميلة وتشجيعكم ليا، وبشكر كل الناس اللي بيبعتولي على الواتس والفيس وعلى طول تشجيعكم ليا. ربنا يبارك لي فيكم جميعا. دي ما قدرناش نستنى بقى بصراحة، انا لازم اكل، ما ينفعش كده. يلا انتوا كمان جربوها وقولي لي رايكم ايه. ما تروح انت بقى.